البستان بدأت بين 19 شهر الواحد كانت بستان كاملة. صارت عملية تجريف عليها والإجرامي بهذا الوضع صارت. طبعاً انتزاع أراض من مالكيها بات يتكرر في العراق، وخاصة في مناطق النخبة والقريبة من نهر دجلة، وتعد الجادرية من المناطق الخصبة والمهمة في بغداد. واجه أهلها مؤخراً حملات تجريف لأراضيهم وإقامة مبان عليها بما يخالف قانون الأراضي الزراعية، لكن هذه المرة جاءت عمليات التجريف ليس من قبل مالكيها، بل من قبل جهات مسلحة استحوذت على الأرض بالقوة ووجهت نار أسلحتها إلى صدور أصحابها الحقيقيين الذين ناشدوا الحر لعرض معاناتهم، مطالبين بتبيان الجانب القانوني الذي سمح للمجموعات المسلحة بإقامة مبان على أراضيهم. الاعتداء صار بالزراعي، بنفس الوقت طال السكني، تم الاعتداء على الشباب الماشين من المنطقة السكنية اللي هم أصحاب الأراضي، وإلى إغلاق المنافذ، إغلاق شارعنا ومنع دخول وخروج شباب المنطقة. رئيس الوزراء، إحنا ما بايعين، باعت نسبة قليلة وباقي هواية من الأرض عندنا سندات. زين التقوا ويانا سيادة الرئيس، التقوا ويانا، تعال لنا للموقع، دزلنا نجيك إلى حضرتك ونلتقي بيك ونفهمك، لأن إحنا أصحاب أراضي. الاستيلاء على الأراضي ظاهرة برزت في العراق بشكل لافت وملحوظ في العقدين الماضيين، تنفذها جماعات تمتلك السلاح وتستخدمه وسيلة تهديد وترهيب. ولم يتوقف الاستحواذ على أراضي الدولة فقط، إنما امتد ليشمل أراض مملوكة لمواطنين ووفق سندات حكومية رسمية وفي مناطق مهمة من بغداد. يوم 19/8/2024 أرض مغتصبة بيان المرجعية قبل سنة منع البناء بها من قبل رئيس الوزراء. جماعة سمعوا يبنون، سمعنا دنبني بقطعة معينة من البستان. رحنا سألنا نستفسر من عندهم بكل أدب وكل احترام، منو أنتو؟ شنو أنتو؟ هم رجعونا أنتو شنو منو؟ إحنا أصحاب الأرض. قام يدعون هم أصحاب الأرض والملاك. خابرنا الشرطة، استنجدنا بالقانون، جت الشرطة ده تتخذ إجراء. أما نادوا على القوات مالتهم، جو هجموا علينا، هجموا على الشرطة، سبوا الحكومة وقالوا دعوا إنه هم الحكومة وهم القانون. وسبق لرئيس الحكومة محمد الشيع السوداني أن أصدر بإيقاف أشكال التجاوز على أراضي منطقة الجادرية تحديداً، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية لتعزيز حمايتها، إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً، الأمر الذي يستلزم معالجات جذرية تلزم المجموعات المسلحة باحترام القانون وبحسب خبراء قانونيين.